وللحديث عن تهديد ميليشيات الحوثيين للملاحة الدولية في ظل الحديث عن اختطاف عناصر الميليشيات لسفينة الشحن روابي مقابل مدينة الحديدة، معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل والسياسي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. أهلا بك معنا دكتور عبد الحفيظ. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك. بداية دكتور، ماذا تعني عملية اختطاف السفينة روابي مقابل مدينة الحديدة؟ وهذه ليست الحادثة الأولى لعملية قرصنة واختطاف بهذا الشكل من قبل الميليشيات. في ظني أن الحوثيين حقيقة يعيشون أزمة كبرى جدا بعد خسارة قيادات كبيرة على رأس حسن أورلي الذي كان يقود معركة مأرب. طبعا التحالف العربي يعني هو يستثمر ظروف دولية في الوقت الحاضر، ورفع غطاء الحصانة عن مطار صنعاء وعن الملعب، والآن أيضا يعني هو لأن الحوثي يتخذ المدنيين دروعا بشرية والمراكز الحكومية مخازن لتوريط التحالف، لكن التحالف كان أذكى من ذلك وبدأ يحذر المدنيين قبل أي ضربات، والآن آخر ضربات كانت في حذر المدنيين بالابتعاد عن معسكر السوداوية في البيضاء. التحالف يريد طبعا أن يشكل محور الشبوة، البيضاء، الجوف، ليقلل الضغط على مأرب، أنه هدف الحوثيين وإيران الاستيلاء على المأرب بأي شكل من الأشكال. ولذلك أنا أعتقد في ظني أن الحوثيين يعني تصرفهم في القرصنة هذه كردة فعل ليست في صالحهم، لأن السعودية أيضا التحالف بقيادة السعودية سيرفع الغطاء عن أيضا عن ميناء الحديدة، وإن كان هو الآن العمالقة مشغولون بتحرير شبوة والبيضاء، لكن سيرفع الغطاء عن ميناء الحديدة ويستهدف المخازن كما يستهدف المخازن الموجودة في البيضاء وفي صنعاء وفي مأرب. وبشكل خاص هو يثبت التحالف للمجتمع الدولي بأن الحوثيين هم يمارسون قرصنة وتهديد الملاحة الدولية والممرات البحرية، وهو يعني أعتقد يكون يمتلك يعني الحق في استهداف ميناء الحديدة وتحريره، لأن الحقيقة الآن يتجه التحالف لتأمين البحر العربي الشبوة وحتى طيب. دكتور عبد الحفيظ، يعني مصادر من الحديدة تحدثت عن عمل عناصر الميليشيات لنقل أسلحة للسفينة التي جرى قرصنتها، يعني في حال صحت هذه المعلومات إلى أي مدى يؤكد ذلك أن العملية كان لربما مخطط لها سابقا، وما هو السبب وراء مثل هذه الخطوة؟ أنا في ظني أن القرصنة التي أقدم عليها الحوثي أول هو خطأ استراتيجي ليس في مصلحته، وإنما كان هو رد فعل يعني على قتل القيادات وعلى استهداف المعسكرات، آخر معسكر السوداوية في البيضاء. يعني الحوثي أصبح في حالة يعني تحول من مرحلة الهجوم، والآن لم يكن في الدفاع بل أصبح في مرحلة اهتزاز، ويعني لم يعد يتمكن من السيطرة على المناطق التي سيطر عليها. إذن أنت تستبعد أن يكون أن هذه العملية مخطط لها سابقا؟ هي ردة فعل حقيقة، لأنه هو كلما يكون الحوثي في أزمة يرسل صواريخه الباليستية على إما على مأرب إما على السكان في مأرب، على التجمعات البشرية أو على التجمعات البشرية والمدنية في السعودية، على جيزان، على نجران، على أي مناطق. فالآن أصبحت طبعا هو لا يزال يمتلك صواريخ ولا يزال يمتلك بنية تحتية، البنية التحتية موزعة منتشرة بين الأحياء السكنية والسكانية وبين في أعماق الكهوف،
حقيقة يعني طيب الحوثي يعني موزع هذه الأسلحة، ولذلك استهدافها يحتاج يعني المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي الآن تقود مرحلة حرب استخباراتية دقيقة جدا. في هذا الإطار في هذا الإطار دكتور عبد الحفيظ، منظمة التعاون الإسلامي أدانت قرصنة ميليشيات الحوثيين للسفينة قبالة الحديدة، هل تعتقد أن تتطور هذه الإدانات لتشكل لربما موقفا رادعا من قبل دول المنظمة بعد التهديد المستمر للملاحة الدولية في البحر الأحمر؟ ممتاز ممتاز، سؤالك جدا جدا ممتاز. تحتاج المملكة العربية السعودية إلى تجيش دولي، إدانات دولية، بحيث يعطيها الحق في، لأنه ميناء الحديدة هو ضمن اتفاق ستوكهولم، ولكن ما دامت الحوثي أقدم على هذه القرصنة وتحديد الممرات البحرية يعطي الحق للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بأنها، طبعا الحوثي يود أن يربك أيضا التحالف، هو الآن يركز التحالف على تحرير شبوة والبيضاء المحور، ثم وهذا يعطي الحق فيما بعد أنه أيضا يستهدف المخازن الموجودة في الحديدة، القضاء على البنية التحتية، ومن ثم مستقبلا يتم أيضا تحرير الحديدة. أنا أعتقد هذه ضمن الخطط العسكرية، أنا لست عسكريا، ولكنها هي يعني يبدو أن الحوثي هو يقدم وجبة ساخنة مجانية للتحالف العربي، لأنه دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إذا حصلت على طبعا تحالف تنديدي دولي هذا يعطيها الضوء الأخضر في تحرير ميناء الحديدة وإبعاد الحوثيين عن السواحل البحرية، سواء في البحر العربي جنوبا أو مضيق باب المندب وساحل البحر الأحمر، وهذه طبعا أهداف نعم. استراتيجية شكراً. لدى التحالف، ولكنها تنتظر نضوج ظروف دولية، وأنا أعتقد أن الحوثي الآن يقدم نضوج ظروف دولية. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا من مكة المكرمة الأكاديمي والباحث والمحلل السياسي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، شكرا جزيلا لك.